النهاردة الصبح كنت ماشي في الشارع لقيت معظم أنوار الطريق منورة، مع العلم إني لما بروح بالليل بلاقي برضو أغلب الشوارع ضلمة. عموما تعالوا نتفق على حاجة، بلاش التكييف والشباك مفتوح، وبلاش النور والشمس طالعة، وبلاش التلفزيون يشتغل في الأوضة لوحده، ولما تخرج من الأوضة ابقى اطفي النور وراك وشيله الفيش قبل ما تناموا، ومحدش يسيب شاحن الموبايل في الفيشة، ولو حنفية المية بتنقط رجاءا رجاءا هات لها جلدة أو غيرها. وما تسيبيش الحنفية مفتوحة وانت بتغسلي المواعين، وما تنسيش الأكل على النار، الغاز بيروح على الفاضي والأنبوبة بتخلص بسرعة. يعني حاولوا تبقوا اقتصاديين أكتر من كده شوية، وده في الآخر بيصب في مصلحتكم وفي مصلحة البلد كلها. انت فواتيرك هتقل والبلد هتوفر أكتر في استهلاك الطاقة. خلي الترشيد في الاستهلاك اسلوب حياة، ابدأ بنفسك. تعالوا بينا نشوف.